اهلا بحضراتكم من جديد طيب بعد ما اتكلمنا على المنتخب المهندس عادلي قبل الفاصل اشار له نقطة مهمة جدا وهي مخاوف المراهنات واللعب المالي غير النظيف والحقيقة ده هاجس كرة القدم كلما دخلت الصناعة بتاعتها في مراحل عالية قوي في الاقتصاديات بدأت المخاوف كتير وبنشوف لعيبة كتيرة بتتوقف لفترات طويلة بسبب المراهنات وضلوعها في عملية المراهنات الحقيقه لو الوكالات الدوليه اشارت لحاجه فيما يخص الدوري الانجليزي رابطه الدوري الانجليزي بدات تتحدث عن قانون جديد للتحكم في نفقات الانديه المتنافسه في البطوله في البريمير ليج وبيقول ان الاتحاد ان الدوري الانجليزي الرابطه فرضت حد اقصى تجريبي عايزه تجرب حد اقصى تجريبي لنفقات الفرق المتنافسه بحيث لا تتخطى نفقات كل فريق 85% من دخل النادي وده بيستخدم بشكل غير ملزم من الموسم اللي جاي. ممكن نشرح دي بس عشان الناس اه هي مش حاطه سقف لكل الانديه آه. يعني مش حتى كل نادي مثلا يصرف 100 مليون دولار. لا 85% من من ايراداتك آه. وهو ده اللي احنا بنقوله الشفافيه الماليه واللعب المالي النظيف آه. عشان ما تعملش تعقدات اكتر من مواردك وما تقدرش تفي بالتزاماتك وتعتمد على مصادر ما انتش عارف جايبها منين طيب قال لك هي... هيسموا اللائحه ديت الاسكواد كوست رولز او ما يعني قواعد تكلفه الفريق كل فريق الكوست بتاعه قد ايه عنده قواعد للصرف من خلالها. قال لك هتبدو بمثابه تحديث لقواعد اللعب المالي النظيف، دي الية جديدة لقواعد اللعب المالي النظيف، الاتحاد الاوروبي حيجربها في مختلف دول الاتحاد، رابطة الدوري الانجليزي دي, دي بس جملة دي حاجة جملة. جديدة أوه. لا ايوه دي عايزينها ليه؟ مم. لما انت هتعمل كده كل نادي ملتزم انه يقول دخله جاي منين؟ ما من انت تعش... عايز تاخد 85% من كام؟ انت هتقدم بادجت أو ميزانية هيسألوك منين؟ أه ما هي دي القاعدة الأساسية اللي شغالين عليها. أه ما هي دي القاعدة الأساسية إبراهيم بقى أنا بقول لك بقى حي... هو هيقول حي... لك اللي أنت هتقول لي عليه وتؤكد لي على مصادره المالية النظيفة هعتمدهولك وهقول لك التزم ب 85% منه في تعاقدات طيب الاتحاد رابطة الدوري الإنجليزي قالت في البيان أن النظام الجديد هيسعى لتحسين الاستدامة المالية. والحفاظ على التنافسية المتزنة في البريمير ليج وإعطاء قفزة لتطلعات الأندية وتسهيل التآلف مع مسابقات أخرى ودعم تنافسية الأندية في المنافسات الأوروبية دي مجرد محاولة تجريبية هيتم فرضها من السنة الجاية إزاي تقدر تعمل قواعد للصرف ترتبط بالتكلفة بتاعة الفريق نفسه هو أنا بس عايز أسأل سؤال م. هو مين الـ ليه الـ مين اللي مهتم قوي بتطبيق الشفافيه والقواعد الماليه النظيفه وتطويرها وتطبيقها بصرامه شديده على انديتها؟ تكتشف انجلترا تكتشف اسبانيا ريال مدريد بيتكلم في الموضوع ده عقوبات بتطلع على انديه بتخصم منها نقط الانديه في العالم اللي احنا بنسميه يعني العالم الاقوى في كره القدم اقتصاديا وفنيا وكل حاجه هو اللي بيتصدى للظواهر السلبيه وده يعني بيفهمك مدى اهميه هذه القواعد في بلاد كره القدم بالنسبه لها صناعه مهمه جدا جدا لكن احنا ودن من طين ودن من عجين لكن الكلام ده ملناش دعوه بيه وفي كوكب اخر خليهم يعملوا اللي يعملوه بس احنا يا عم لينا نظامنا. طيب المهندس عادل اشار لريال مدريد وريال مدريد النهارده كان حدوته مهمه. مدربه الايطالي انشيلوتي طلع بتصريح لصحف بلاده قال لك ريال مدريد مش هيشارك في كاس العالم للانديه وانسوا. قالها كده بالحرف على الاتحاد الدولي ان ينسى لان احنا مش هنروح نشارك في بطوله زي كده علشان ناخد 12 مليون دولار. 20. قال لك قال لك الكلام ده بناخده في مباراة واحده فالكلام ده مش مش هيحصل الحقيقه يمكن الكل بقى يتحدث هل كاس العالم للانديه البطوله الوليده الانفنتينو بيأمل انه يعمل من خلالها تجربه جديده وتبقى سابقه فعلا مهمه بطوله فيها 32 نادي من كل انديه العالم 12 نادي مره واحده من اوروبا يعني في زخم في كره القدم عالي جدا في امريكا 2025 الحقيقه ريال مدريد ما حبش يسيب المساله عند تصريح انشيلوتي والصدأ اللي عملته هذه التصريحات طلع ريال مدريد بيان عايز يرد على مدربه وقال في بيان رسمي ان ريال مدريد يؤكد انه لم يشكك في اي لحظه في مشاركته في مونديال الانديه الجديده الذي سينظمه الفيفا في الموسم المقبل وبالتالي سيشارك نادينا كما هو مقرر في هذه المسابقه الرسميه التي سنخوضها بفخر وسنحاول اسعاد الملايين من جماهيرنا حول العالم بلقب جديد. ده بقول لكم جه بعد ساعات من تصريحات انشيلوتي بخصوص انه فريقه لن يشارك وكان قال انشيلوتي على الفيفا ان ينسى اللاعبون والانديه لن يشاركوا في هذه البطوله مش هناخد 20 مليون دولار في بطوله احنا بناخدها في ماتش واحد، لكن الريال رد عليه هنا بقى آه لاول مره تحدث ان منتهى الاحترافيه من, من أنشيلوتي اه تحدث فيما لا يملكه ولا يخصه ولا يحق له التعليق عليه كمدرب انا كنت أتصور يقول لك لا نشارك لانه او ساوصي بعدم المشاركه لانه بيشكل عبء فني وزهن على لعبتي ويهدد مشاركاتي الاخرى أوه. لكن ان احنا لا انسوا علشان انا الفلوس ال20 ده باخدها في ماتش وكانه صادر على مجلس الاداره فمجلس الاداره اداله ألم على الهوا بيان رسمي طرقع له آه. طرقع لمين الريال طرقع لانشلوتي. أنشلوتي انشيلوتي قال له لا يا حبيبي مش دورك اوعى تتجاوز دورك مهما كنت انت مين ولا جبت لنا بطولات ايه آه. ده قرارنا احنا ولذلك كلمة سنخوضها بفخر يعني مش مرغمين يعني وهنحاول نجيب القاب نسعد أخرى جمهورنا حول العالم بقى انا بقى تداعيات التناقض وعدم احترافية انشيلوتي مع غضبة البيان المدريدي ده في غضبة الصياغة دي فيها غضب ما هي مؤكد ان جايه جايه جاي بغضبه انفانتينو لانه بيسوق البطوله و... لا وبيطمن الاتحاد الدولي آه. انت بتتعامل معانا مالكش دعوه بالراجل ده اه ده بقى هل يشي بين انشلوتي باي باي انشيلوتي ولا هيبلعها بقى ويروح مطاطي ويسيبها تعدي ويستوعب الدرس هنشوف طيب بمناسبه ريال مدريد يا جماعه لانه حتى المشاركه طبعا في البطوله للنادي الاهلي له كل الفخر وجماهيره انه هيبقى موجود في هذا الحدث العالمي الكبير اللي بينظم لاول مره بهذا الشكل. كلام كتير بيتقال حوالين الجوائز والارقام اللي هتدخلها والمداخيل الاتحاد الدولي حتى الان ما طلعش اي تصريحات باي ارقام ممكن تتوزع في البطوله، حتى الان المسائل لسه رهن التسويق. عشان كده حتى الانشيلوتي لما اتكلم اتكلم قال لك الرقم اللي بيتقال 20 مليون دولار وده اللي انا مستغرب له الفيفا طبعا انزعج لانه دي مراحل تسويق والفيفا عايز يعمل منها مداخيل كبيره جدا المشروع فانت بتضرب لي المشروع تقول لي ان ريال مدريد مش جاي هي دي المشكله اوروبا لوحدها فيها 12 نادي جاي يشارك افريقيا طبعا منها الاربعه الاهلي والوداد وسان داونز والترجي التونسي لكن بمناسبه هذه المشاركه وهذه